النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. تسلم سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات شهادة الأيزو في إدارة الجودة، والتي حصل عليها المجلس بعد استيفائه جميع الاشتراطات اللازمة وتطبيق المعايير المطلوبة للحصول على هذه الشهادة العالمية. وبهذه المناسبة ثمن سعادة رئيس المجلس الجهود المبذولة من سعادة المهندس جمال عبد العزيز العلوي الأمين العام ومنتسبي الأمانة في توثيق كافة خدمات المجلس وإعداد الخرائط اللازمة لها وتحديد مدد الإنجاز وتوفير المتطلبات اللازمة للحصول على شهادة الجودة، مشددا على التزام المجلس بالعمل وفق خطة استراتيجية واضحة لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة، وذلك في مجال المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، تمشيا مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 والتوجيهات الحكومية. أكد السيد هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي اف اتش المالية في لقاء سابق مع قناة سي ان بي سي أريبيا أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاذبة للمستثمرين خلال الفترة الحالية في العديد من القطاعات الواعدة. جاء ذلك على هامش مشاركة وفد مملكة البحرين في المنتدى الاقتصادي العالمي برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني. منطقة الخليج صارت سياسات الدول في دعم الاستثمارات وتشجيع المستثمرين الخارجيين جدا فريندلي، وبالتالي ان انت تقدر تحصل فرص في منطقة الخليج سواء كانت في السعودية ولا في الامارات تعطيك عوائد اكثر بسبورت من الحكومة، والمستثمرين صاروا ايضا يشوفون ويشوفون ان الفرصة الموجودة في المنطقة تسوي لهم عوائد مستقرة أكثر، وبالتالي صار إعادة توجيه. ليه إحنا عندنا لحد الآن نستثمر كثير أيضا خارج المجموعة، ولكن صارت عندنا استثمارات استراتيجية في المنطقة اللي هي تعكس نفس الخطوط اللي نشتغل عليها. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. أعلنت شركة خدمات مطار البحرين مؤخرا عن استثمار بقيمة 4,500,000 دينار لتجديد أسطول معدات الدعم الأرضي. ويأتي هذا الاستثمار الكبير تماشيا مع احتياجات مطار البحرين الدولي وتطلعات مملكة البحرين لجعلها محطة طيران رئيسية لتعزيز دورها في قطاع الطيران واللوجستيات. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس فهد عيسى القاضي نائب الرئيس التنفيذي للدعم المركزي في شركة خدمات مطار البحرين. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية، وفي البداية أستاذ، ما هي أبرز أهداف هذا الاستثمار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة للحديث عن شركة خدمات مطار البحرين باص وخطط الشركة الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بتجديد أسطولها من المعدات الأرضية. نعم. بالنسبة للسؤال، نعم، فقد أعلن سعادة السيد نبيل بن خالد كانو رئيس مجلس الإدارة عن استثمار 4.5 مليون دينار بحريني على مدى 3 سنوات لتجديد أسطول الشركة من معدات الدعم الأرضية، ويعد هذا الاستثمار جزء من خطة الشركة لتطوير العمليات وتحسين الخدمات، واللي تشمل أيضا مشاريع أخرى لتطوير الأنظمة الإلكترونية وتوظيف التقنيات الحديثة وأيضا الاستثمار في العنصر البشري.
طبعا مملكة البحرين تهتم كثيرا بقطاع الطيران والسياحة. نعم. كونه واحد من القطاعات الستة التي تركز عليها البلاد حاليا، ومطار البحرين الدولي هو البوابة الأولى للبلاد. لذلك نحن نؤمن إيمان تام في شركة خدمات مطار البحرين باص بضرورة تضافر جهود جميع الجهات العاملة في المطار لتقديم أفضل الخدمات وجعل البحرين محطة رئيسية في المنطقة. بدورنا أيضا من خلال هذا الاستثمار نؤكد على التزامنا الراسخ بتعزيز قدراتنا التشغيلية على تقديم خدمات أفضل ومواكبة التطورات الحديثة في نوع المعدات اللي نستخدمها لتقديم خدمات المناولة الأرضية والتكنولوجيا المستخدمة أيضا، مع الالتزام التام بمعايير السلامة لضمان سلامة مشغلي المعدات والطائرة. بدأنا المشروع في عام 2023، فحصنا فنيا ما يقارب 1400 معدة وآلية لتحديد قدرتها على الاستمرار في الخدمة أو إخراجها من الخدمة بشكل نهائي، وأرسينا مناقصات لما يزيد عن 220 آلية، استلمنا بعضها ودخل الخدمة فعلا، والبعض الآخر يصل بإذن الله في هذا العام عام 2024. شملت هذه المعدات حافلات نقل الركاب ورافعات تحميل التموين الجوي ورافعات تحميل الشحن وقاطرات الدفع الكهربائية. كل هذه المعدات راح تساهم في تقديم خدمة وتجربة رائدة بإذن الله للمسافرين ولمستخدمي مطار البحرين الدولي. طبعا هذه كانت المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية تبدأ قريبا بإذن الله، ونطمح من خلالها لاستبدال ما يقارب 180 آلية ومعدة أرضية بإذن الله. أستاذ، ما هي خطط الشركة فيما يخص الحفاظ على البيئة والحد من البصمة الكربونية لقطاع الطيران؟ طبعا باص شركة وطنية، وخططها وتوجهاتها متوافقة مع توجيهات القيادة الرشيدة في البلاد، خصوصا أن هناك هدف معلن للبحرين وهو تخفيض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035، وصولا إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، كما أعلن ذلك صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة. لذلك في مشروع تجديد أسطول المعدات الأرضية وفي ظل وجود ابتكارات صديقة للبيئة، حرصنا على شراء معدات صديقة للبيئة، وبدأنا ذلك في عام 2019 استعدادا لمطار البحرين الدولي الجديد. ومشروعنا الحالي ما هو إلا امتداد للاستثمار السابق. حاليا نعمل ضمن منظومة متكاملة ولجان عمل متخصصة للحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية بقيادة شركة مطار البحرين، كون شركة خدمات مطار البحرين إحدى الشركات العاملة في المطار. لذلك نتوقع أن يزيد الاهتمام مستقبلا مع وجود تشريعات وأنظمة حول هذا الموضوع المهم، وبإذن الله رح نرى نتائج إيجابية قريبا لما تم تنفيذه على أرض الواقع من خلال شركة باص أو حتى من خلال الشركات العاملة في المطار. بالتأكيد المهندس فهد عيسى القاضي، نائب الرئيس التنفيذي للدعم المركزي في شركة خدمات مطار البحرين، شكرا جزيلا لك. أعلنت مزاد أحدى الشركات المحلية لشركة ممتلكات البحرين القابضة عن مزادها المقبل في الفترة ما بين 16 من شهر يناير إلى 5 من شهر مارس 2024، والذي ستطرح من خلاله مجموعة متنوعة تتضمن 12 عقارا فريدا لشركة البحرين للاستثمار العقاري إدامة الذراع العقارية لممتلكات، ويبلغ الحد الأدنى للمزايدة 60,000 دينار بحريني وصولا إلى 480,000 دينار بحريني، مما يتيح الفرصة أمام مجموعة واسعة من المشترين المحتملين. من جانبه قال السيد طلال العريفي الرئيس التنفيذي لشركة مزاد إنهم سيتمكنون من خلال التعاون مع إدامة من الترويج لعدد من المشاريع العقارية الراقية في البحرين والمساهمة في الاقتصاد الوطني، وإنه قد تم تصميم المنصة الإلكترونية للمزادات لجذب المشترين المؤهلين وتسريع عملية البيع بشكل آمن من خلال توفير أفضل معايير الشفافية والعدالة والتنافسية.